هذا التوحيد تم لاحقا أن اللغة في عهد امرئ قيس على سبيل المثال كانت هي اللغة التي وصلتنا بها أشعاره، هذه هي كانت اللغة التي يتحدث بها العرب فيها. لا شك أنها قريبة منها، قريبة منها، لكن سوي لها عملية تسوية كذا يعني زي نطابق لما تحصل. إذا أنت تتفق مع نظرية الدكتور طه حسين إلى حد كبير. يا أخي أنا ما أتفق، أنا ما أتفق مع نظرية طه حسين بأنه لا يوجد امرؤ القيس ولا توجد معلقة امرؤ القيس. أنا أقول أنه يوجد امرؤ القيس وتوجد معلقة امرؤ القيس ويوجد إعراب، وإلا لما استقامت أوزان الشعر. وبعدين حنا عندنا شواهد أنهم كانوا يجمعون يذهبون إلى الأعراب البوالين على أعقابهم، بينما مثلا أهل البصرة والكوفة يتناكفون فيما بينهم. أنتم تأخذون الشعر من أكلة الكواميخ، يعني يأكلون المخلل الحضر، ها؟ بينما نحن نذهب إلى الصحراء ونجمعها من البدو البوالين على أعقابهم، يعني البدو الأقحاح الفصحاء. لكن العملية فيها يعني لا شك أن الكتابة والتقنين يلعب دور في تسوية. لكن أنا دائما أقول أن عروة بن الورد لو بعث من قبره الآن لاستطاع التحدث مع البدو والحنشل والقدح من البدو وشعراء البدو أكثر مما يستطيع التحدث مع نزار قباني ومحمود درويش. هذه خذها كمسلمة. يعني إذا اللغة التي تتحدث القصيدة الجاهلية ليست هي اللغة البدوية الآن. لا تغيرت اللغة البدوية. ليس هذا موضوع حديثنا، يعني هذا موضوع طويل. التغير يصاب كل شيء. إذا لم توجد مدارس تقوم على تثبيت هذه اللغة في الصحراء العربية، كان الناس يعني يمشون على سجيتهم ويتماشون مع التغير. فلم تكن هنالك سلطة تفرض عليهم نص معين أو نسق معين، ولم تكن هنالك مدارس، كانوا يستجيبوا. تغيرت اللغة. نعم، موجود. وهنالك حكاية طريفة تروى أن مثلا عن قبيلة الرولة، هذول أبعد الناس عن المعرفة بأمور الدين، كانوا يعتقدون أنه إذا راح يقول يسلمون على الله، وإلى أن الجنة فيها ربيع وفيها دلب وفيها مراعي، فهم إما دخلوا فيها الطين يقول يدخلون خشم البارود ولما قعد يصلي جو قوم ونهبوا ابنه وما بقي إلا حاشي صغير أزعجهم برغائه، فقال له اسكت ولا ضربت لك ركعتين وقرنك مع الباقي. يعني نحن نتكلم عن عهود قريبة آباءنا وأجدادنا حضروها ويروونها. نعم، أن تضعين في البال أن هذا الأدب الشفهي لا يطبق عليه منهج الأدب المكتوب، هذه واحدة. ثانيا، هنالك يعني طرق مثلا العلماء المسلمين الأوائل كانوا يعتمدون على الإسناد، الرواية عن فلان عن فلان عن فلان، لكن يعني هذه إلى حد ما منهجية منقوصة، منهجية قاصرة. الرجوع إلى الأصل عملية صعبة في الشعر الجاهلي، ولربما ولذلك يقال أنه يعبر عن روح الجماعة وأنه شعر جماعي، لأنه كل راوية إلى حد ما يساهم بوعي أو بدون وعي، يعني المهم أن الكلمة تركب على الوزن وأن الكلمة تركب على القافية. لكن أنت يمكن مثلا خليني أقول لك حاجة، أشعار بني هلال عندنا بالشعر العامي، لما نتكلم عن شخص من بني هلال ويروون عنه قصص أنه شرب الدخان ولا تناول القهوة، نعرف أن هذا يعني شيء طرق طارئ، لأنه في عهد سلطة بني هلال لم يكن هنالك دخان. يعني فأنت لازم تسوين تكست، ما يسمونه تكست هو الأناليسيس، تحليل داخلي للنص بما يحتويه من معطيات ثقافية، وأيضا
تعرفين البنية اللغوية في العصر الذي يفترض أنه مثلا عندنا شعر يعتبر سيرة عنترة بالشعر العامي، طبعا مستحيل يكون هذا عنترة، لأنه صحيح أن الجاهلية أيضا لغة العرب أنا ذكرت لغة عامية، لكنها عامية تختلف عن العربية التي تروى بها أشعار عنترة الآن. يعني هنالك أدوات يمكن اللجوء إليها لبحث هذا الموضوع. هيا نشكر الدكتور سعد سويان على هذه الساعة الزخمة من المعلومات.